ضيوفنا دائما وجودهم معنا يضيف لنا السعاده والبسمه، وضيفتنا اكيد الدكتوره جلال الجلالي مديره اداره التغذيه العلاجيه مستشفى القوى الامن، سعيده بوجودها معنا اليوم. ارجع اذكركم بعنوان فقرتنا اليوم، حنتكلم عن المشاكل الصحيه عند الاطفال، المشاكل الصحيه المرتبطه بالغذاء او المشاكل الصحيه بشكل عام. اليوم الدكتوره جلال حتضيف لنا الكثير من النقاط المهمه اللي ممكن تفيدنا عشان نتخطى هذه المشكله. كيف حالك دكتوره؟ يا هلا حياكم. صراحه أنا شاكرة استضافتكم، ونحن بداية العام الدراسي الجديد وكثير من الطلاب والطالبات في سن المرحلة الابتدائية ومرحلة الروضة يكونوا محتاجين لبعض يعني نحن بس شوية نسوي مجهود تجديد في المعلومات تبعت الأكل للأمهات عشان يعرفوا إيش هي المشاكل التغذوية لهم. صحيح. نحن عادة دائما لما يبدأوا الأطفال في مرحلة المدرسة، خاصة إذا كانوا طلاب جدد في مرحلة الروضة الأولى والمرحلة الروضة الثانية، فدائما نلاقيهم إنه المناعة عندهم مرة تقل منخفضة. صحيح. لأنهم يختلطوا بمجموعة من الأطفال، اللي يجيكي مزكم واللي يجيكي عنده نزلة واللي يجيكي من عارفة إيه، فتكون المناعة عندهم منخفضة. في هذه الحالة إن نحن نوصي الأمهات في هذا السن إنهم يهتموا جدا بكمية الخضار والفواكه التي تنعطي للأطفال خلال اليوم، سواء في المدرسة أو برة المدرسة. عادة يكونوا الأطفال في هذه المرحلة الوجبات تبعتهم تجي من البيت. صحيح. دايما الأم هي اللي تجهز. ففي في يعني في الدول المتقدمة في حصص كورس متكامل يعلم الأم كيف تجهز الوجبة لأطفالها. الوجبة مو بس إني أنا أحط ساندويتش أو أحط معاه قارورة موية أو علبة حليب، لا، لازم أنا أعرف إيش الاحتياجات لهذا الطفل عشان أنا أعطي له هي في هذه الفترة. صحيح. اللي هو في المدرسة. يمكن عند الأمهات دكتورة بيصير عندهم خوف إنه الطفل يجوع، ويحاولوا أنهم يسكتوا جوعه بالأشياء اللي هو يرغبها، فتستمر مشكلة عناد الأطفال بأنهم ما يتناولوا الخضار والفواكه، يعني تحط له البسكوت أو الساندويتش حتى لو فيه شوكولات، والأشياء هذه إحنا نعرف أنها يعني غير صحية وممنوعة أصبحت حاليا. إيش الأشياء الرئيسية، يعني خلينا نتكلم كمسميات، يعني السوائل ما هي المطلوب منها، الكمية والخضار والفاكهة، وإيش يعني وجبة النشويات أو البروتين المطلوبة في هذا العمر؟ شوفي، هو عادة نحن نسميهم الأطفال البيكي إيتر، اللي هم الأطفال اللي ينتقوا الأكل، وهذه عندنا يعني منتشرة كثير، منتشرة وعندنا نسبتهم جدا عالية، خاصة في مرحلة الروضة الأولى والثانية والمرحلة الابتدائية. الآن كل شركات التغذية حطت أنواع من الحليب يعوض الطفل عن أو عصير يعوض الطفل عن كل الفيتامينات والمعادن اللي موجودة اللي هو تنقصه. نعم. اللي هو ما يقدر يأكلها. طبعا أنا ما أقدر أقول هذا العصير أو الحليب 100% صح، بس هو يعوض. لكن أنا أنصح الأمهات إن هي تحاول الطفل لما يكون عمره 6 شهور ما تبدأ له بأي شيء حلو، لأنه لما بتبدأ بالفواكه وتبدأ بالأكل اللي ما يرغب الأشياء، ما عاد يأكل خضار ولا عاد يشرب حليب. صحيح. فهي تبدأ بالخضار وتبدأ مع الحليب، تبدأ بالرز، تبدأ بالقمح لما يصير عمره 7 شهور هذه، وتخلي الفاكهة والأشياء الحلوة بعد ما يغلق السنة. التست تبعها يعني الطعم تبعها، يعني خلي لسانه يتعود على الخضروات والنشويات اولا، وبعدين ندخل الفاكهه، بعدين ندخل الفاكهه ما نحطها في البدايه كده. انا اساعده كثير انه هو ما يصير ينتقي الاكل. صحيح. لانه خلاص اتعود على الطعم اللي هو دائما ياخذه. صحيح. طيب نفس العقل يتبرمج معه. صحيح. خلينا نتكلم عن الاطفال اللي دخلوا للاسف بهذه المرحله وصار يمكن الخلل هذا وصاروا بيكي ايتر، او يعني ينتقوا الطعام، او يعني ما ياكلوا اي شيء، كيف نقدر انه نتغلب عليهم بهذه المرحله تحديدا في وقت المدرسه؟ زي ما قلت لك في البدايه انه في حليب، الحليب يعني نعوضهم بالحليب ولا مثلا نحرمه، يعني في بعض الاشخاص تقول لك لا خليه لين ما يجوع، حيجوع حياكل اي شيء اعطيه. لا، هل هذا الشيء صحيح؟ لا، انا هذا مو صحيح، لانه في انواع من الحليب مخصصه لدول الاطفال مرتفع فيها نسبه فيتامين بي كومبلكس المركب.
نعم. إذا أنا رفعت فيتامين بي فالطفل يبدأ يجوع، يبدأ يدور على الأكل. وفيتامين بي قوي عند الطفل الاختيار، لأنه هو يأثر على الأعصاب. نعم. يأثر على النيرف سيستم، فيخلي الطفل عنده تفكيره ينضج، الإحساس عنده بالتذوق يصير أفضل، يصير يدور على أشياء جديدة. صحيح. لكن لما أنا أشيل فيتامين بي، وهو كثير موجود في الخبز وبعض الفواكه وبعض الخضار، فلما يتشال الطفل تروح هذه الحاسة حقت التذوق عنده. فأنا أنصح الأمهات اللي أطفالهم يكون عندهم اختيار دقيق في الأكل، إنهم حاولوا يستعينوا بهذا الحليب أو العصير، لأنه يحفز الإحساس بالتذوق والأكل لهم. طيب أيضا دكتورة، في بعض المشاكل اللي نواجهها، أنه يعني الله يحمي أولادنا وأولاد المسلمين جميعا، في نسبة سكر عالية عند الأطفال في أعمار صغيرة، هل هذا لها، هل هذا الشيء له دور ب يعني وجود الأكلات السريعة وتوفر الحلويات باستمرار؟ كيف نقدر نتغلب على هذه المشكلة؟ شوفي، نسبة السكر عندنا للأطفال، أنا ما أتكلم عن النوع الأول، النوع الأول وراثي، لكن أنا أتكلم على النوع الثاني اللي هو النوع اللي يجي من من التعود أو الحياة تبعت الطفل أو الشخص، إنه كيف هو يزيد وزنه. النوع الثاني انتشر عندنا، كان النوع الثاني مقصور على الناس اللي فوق 35 وما فوق. الحين بدأ يظهر في الأطفال. صار يظهر في الأطفال اللي عمرهم 7 سنين وستة سنين وانت طالع. للأسف. يعني فهذه من الأكل اللي يكون يحتوي على دهون عالية وعلى مواد كربوهيدراتية عالية. أنا ما أقدر أقول كل الأكلات السريعة سيئة. ولكن افضل لكن تخفيف منها، افضل انه الواحد يخفف منها. بعدين انا ما اقدر احرم الطفل، اقول له مثلا انت ما تاكل برجر او ما تقدر تاكل شاورما او كذا، لا، بس انا احاول اقنن منها او استبدلها باشياء مفيده، وتستبدل باشياء صحيه. يعني انا عندي الاطفال مثلا يحبوا، في اطفال يحبوا الشاورما، انا بدل ما اشتريها من برا وبرا كله دهون، لا، اعملها في البيت، تعمل في البيت بطريقه معينه وبطريقه صحيه. وايضا الدهون اللي موجوده في البرجر، ممكن البرجر تصير في البيت بالسندويشتات، بنحط نزود خس عليها، نزود عليها طماطم، نهتم بالمواد الغذائيه المفيده اكثر. الشيء الثاني اللي انا بدي يعني انوه له، المقاصف المدرسيه، انه المسؤولين عنها يهتموا جدا بالطفل هذا من المرحله الابتدائيه الى نهايه المرحله المتوسطه، والله حتى الثانوية نفسها. يعني يكون الأكل اللي يتقدم في المدرسة، لأنه الطفل بيجلس تقريبا نص يومه تقريبا، تقريبا أكثر والله، يعني إذا هو راح الساعة 7 وفي بعض المدارس الساعة 3 يطلع. صحيح. يعني تقريبا 3 أربع اليوم هو في المدرسة. صحيح. الأكل اللي بيتقدم له في المدرسة هو اللي بينميه، هو اللي بيبني صحته، بيساعده على التركيز وهو والطاقة، على التركيز، وهو بيبني شخص إنسان بيتبني وبيطلع للوطن إنه هو يفيده. لما أنا هذا الشخص كل يوم يروح المدرسة من الساعة 7 لحد الساعة 3 و8 شهور في السنة، طيب أنا قديش لازم أهتم بالنقطة تبعت الأكل تبعته. صحيح. والأكل اللي يتقدم في المقاصف المدرسية ما يختصر بس على إني أنا أقدم لهم كراسون كله دهن، أو أقدم دونات، أو أقدم بيتزا وهذا السنتوب، ولا العصيرات اللي كلها سكر وحلى، هذه جدا خطرة على جيل كامل طالع. صحيح. تأكليهم كل يوم نفسه. وزارة التربية والتعليم يعني أتوقع يمكن دكتورة وصل لك العلم بأنه هذا العام صار فيه خط ساخن للتبليغ عن المقاصف المدرسية اللي في عندها إخلال باللوائح اللي قدمتها، يعني من وجود مشروبات غازية أو حلويات أو يمكن وجبات فيها دهون عالية. يعني اهتمت هذه الوزارة التربية والتعليم هذا العام بهذا الموضوع، ولكن إحنا أيضا كأمهات في المنزل يعني بداية نعرف، أنت دائما تنوهي على أهمية وجبة الإفطار واحتوائها على مواد معينة ممكن تساعد على فتح شهية الطفل. نبغى نعرف إيش الأسباب اللي ممكن تخلي عند أطفالنا السمنة، وهل إحنا لنا دور بأنه يعني خلينا من الوجبات السريعة والأشياء هذه، إحنا عارفين أنها يعني يفضل الابتعاد عنها، ولكن يوجد نسبة سمنة عند أطفالنا في هذا الجيل، إيش سببها وكيف ممكن نبتعد عنها؟ السمنة عندنا، إنه لما أنا يعني شوفين أنا لاحظتها، وفي كثير دراسات قالتها سواء على مستوى الوطن العربي
أو على مستوى الدول الأوروبية والأمريكية، إنه الطفل لما يجي على وقت الأكل يكون آكل حاجات صغيرة، وجبات صغيرة كثيرة. فمثلا لما يجي على الوجبة الرئيسية يكون هو شبعان، فتلاقيه ما يأكل. صحيح. فبعد شوية يجوع، فما في الوجبة الصحية ما موجودة، فتلاقيه يرجع يتجه للوجبات الصغيرة اللي هو البوتيتو، هذه شيبس، للسناك الصغير، للفشفاش، لمن يعرف ايه، للعصيرات، فتلاقيه يعبي معدته بهذه الأشياء. يرجع نيجي على وجبة العشاء نفس الحكاية، ما بياخذ الوجبة الصحيحة وما بياخذ الكمية المطلوبة. فأنا ننصح الأمهات في هذه الحالة إنه الطفل هذا ياخذ 6 وجبات، وجبات 3 وجبات رئيسية وثلاثة وجبات صغيرة، يهتموا في الوجبة الصغيرة زي الوجبة الرئيسية تمام. اللي هي لازم تحتوي على إيش؟ الوجبة الصغيرة لازم تكون فيها فواكه، فيها بروتين، فيها خبز. فمثلا أنا أعطيك مثال على وجبة بين الإفطار والغداء، تكون الوجبة محتوية على فواكه مقطعة، على خضار جزر أو خيار، تكون محطوط فيها عصير كده، ما شاء الله صارت وجبة رئيسية. فهذه وجبة مرة مهمة. وبعدين حتى الوجبة هذه تقلل من الميكانيزم حق الهرمونات اللي تحسس بالجوع، الهرمون الجريليني اللي في المعدة يقلل، يصير عنده رغبة وشراهة في الأكل، لأنه فيها ألياف تجلس فترة طويلة في المعدة، فكده تقلل وتخليه أكثر لما يجي ساعة الأكل ساعتها يجوع، فيبدأ يأكل الوجبة الصحية. صحيح. يعني معلومات قيمة دكتورة أجلال دائما تقوليها لنا، ويمكن على بداية عام دراسي تحديدا الفئة هذه الصغيرة من الأولاد من أطفالنا اللي يعني يروح معاهم وجبة الأكل وترجع زي ما هي وما يأكلوا منها شيء، ونعاني ونحس بتأنيب الضمير، وبالنهاية هي مجرد حالة ممكن نتغلبها ببعض النقاط اللي أضفتيها لنا اليوم. نشكرك ونشكر وجودك دكتورة إجلال الجلالي، مديرة إدارة التغذية العلاجية بمستشفى قوى الأمن. أهلا وسهلا فيك دائما ضيفة، سعيدين بوجودها وسعيدين باستضافتها. شكرا، تسلمي. نشكرك.